رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلا، هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ، والبعض يجلس 3 أيام ويعتمر بعد ذلك ولم يحرم من الميقات؟ إذا رجع الإنسان من بلده مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية، لأن العمرة لا تجب في العمر كالحج، ولكن إذا شاء يحرم فإنه لا يحرم، ولكنه إذا شاء يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من ميقات، من أول ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل. فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ورجع ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية، ففي هذه الحال يجب يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام، إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم من الميقات. يقول هذا السائل: هل لأهل مكة إحرام من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل زية والرصيفة هل يلزمهم التنعيم؟ لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة، لا أهل مكة ولا غيرهم، إلا في الحج فقط. وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل. فمثلا إذا كان في الصيف أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره.